انت عاوز ايه بالظبط؟ انا عايزه تعرف ان انا بخونها. خلاص خونها. لا لا انت فهمتني غلط يا بسيوني. انا عايزه تعرف ان انا بخونها من غير ما اخونها، يعني تظن ان انا بخونها. تظن يعني تعتقد، قصدي يعني ان انا بخونها، عشان لما اقولها بقى ان انا ما بخونهاش، فاهم؟ لما ارجع اقولها ان انا ما بخونهاش تبقى مصدقه. تمام، بعد الشغل اخر النهار نعمل الشغلانه دي، مش هتاخد في ايدينا 10 دقايق. لا بعد الشغل هنستنى بعد الشغل. حد عارف الناحيه التانيه بيعملوا ايه؟ لا لا احنا دلوقتي حالا نعمل الكلام ده دلوقتي حالا. والشغل؟ ما ده شغل، دي طلبات الاتش ار. الاتش ار دول زودوها قوي. هتخون مراتك يا مازو؟ لا طبعا. برافو مازو صاحب الجدع. لا هو انا عايز اخونها، بس انت بتتكلم في واحده انا بتشاهد وانا بقول لها صباح الخير، هروح اخونها؟ صحيح مخيف يا استاذ مازو. معلش والله كان عندي حصه ولسه مخلصها. تريزا تريزا احضرنا. بس انا عندي سؤال يا مازو، هو الرهان المره دي على كام فلوسي؟ اللي هيكسب هياخد ربع. ربع ايه؟ ربع 100. 400 جنيه. ربع 100 جنيه؟ ربع 100 جنيه. ربع 100 جنيه دي عمله جديده؟ ورقه ب 25 جنيه؟ لا ربع 100 جنيه. 400؟ بس ايه ده؟ اقل ليه من الرهان اللي فات دي؟ احنا عشان احنا خسرنا. خسرنا، المفروض بقى ده نكسب علشان ناخد فلوس اكتر. صح صح. النبي يا سعدون انا معتمد عليك في التحدي ده. انا مش هعرف اخون مراتي. طب انت عايزني اخونها؟ يا جحش تخونها انت ايه؟ انا عايزك تفكر لي في فيلم نعمله عليها، اهم حاجه ما نموتش في اخره. انا عندي فكره، عندي فكرة تخليك تخون مراتك. اخرس عصفورة. ما تسيبه يقول. لا ما يقولش اندر ايدج، ده موضوع خيانة وهتتكلم وانا قاعد. عصفورة. ايه ده؟ الخيانة بقى ملعبي الصياعة، انما هو اندر ايدج ما غرقش مزاره، ده لسه صغير. وألف به خيانة لازم تخون مع واحدة ست. شوف الخبرة. ما انا اكيد هاخدها مع واحدة ست يا سعدون، انت بتضيع وقتي ليه؟ الله. ما تنطق بقى، مش عايز غباوة. ما اهو. يبقى احنا هندور على اي ست ونقفشها. تروح انت واخد الست بقى وتروح طالع على البيت، تفتح باب الشقه. اعرفك يا شيماء بعشيقتي الجديده، وكل يوم من ده لو عاجبك عشيقه داخله وعشيقه خارجه. عادي. انت سبب جبتني معاك ليه؟ خد يا واخد يا اريال. وانا ممكن اعيش كده ولا لازم اتلحم ولا ايه؟ انا سمعت صريخ وضرب نار، في حاجه ولا ايه؟ مستر سعدون عنده حاجة، لو اخرها هتخلص على كام جنيه، على كام شجره؟ تقول 10 400 جنيه. لا لا انا مش هينفع اعمل كده. لا ايه ايه في ايه يا مازو؟ مالك مالك يعني؟ هو ماله فيه؟ بص لقدام يا مازو، لو قدرت تاخد الالم منها هتتنغنغ قدام. ماشي اشتريت، بس انا محتاج حد معايا. بقول لك ايه، هي تهاني؟ قوم انت عصفوره عشان هنتكلم في اعراض. ماشي هطلع انا بره اشرب لي سجاره في الحمام قبل ما تخلص. الشاي عندي بقى. بالتوفيق يا حبيبي. ياه تهاني حوششت القلب. فكرت يبقى صحيح بقى، يبقى اقول لها بقى على الموضوع اللي قلت لك عليه بقى. بكره بكره الصبح اخلص التحدي ده واروح اكلمها لك على طول. بس انا كنت بفكر ما نجيب تهاني تعمل عشيقتك. اخوه ليه؟ انا اصحاب تعمل عشيقتك وانا ليه اتحطمت؟ هي عشيقتي بجد، ده تمثيل كده وكده. لا ولا تمثيل ولا كده وكده ولا اي حاجه. عيب دي عيب عيب. خطيبتي. خلينا نخسر التحدي. نخسر التحدي احسن من نخسر بعض. بس 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 ايه؟ اسكت انا بس. اكبر بقى يا مستر وسيم، قربنا نوصل. شهيتي ادعي بس اللي هي عايشه. عيشه؟ اهي لقيناها الغزال الشارد اهي، دي اللي عليها الطلا والعين. تارجت اهو منيره 86 سنه، ارمله وعندها علاقات نسائيه كتير. دي تقدر تخون معاها اسراء
من غير ما إسراء تاخد بالها، ضميرك هيبقى مرتاح. يلا. حلو حلو طبعا. اعمل بقى اللي هقولك عليه. ها. تخش عليها بصنعة لطافة. صنعة لطافة؟ اللي هي ايه يا جميل صنعة لطافة دي؟ ما تتشرحش ليا، غمزة لمزة وقعها في دبدينك. حجر انا اقول لإسراء. ميسز إسراء. ميسز إسراء. حجر اقول لها تيجي تقفشك انت ومنيرة، هتوحشنا انت ومنيرة. ماشي؟ يلا سلام عليكم. استنى يا جميل. ايه؟ بقول لك انا بحب إسراء. ميسز إسراء. ميسز إسراء بحبها جدا، مش هينفع اعمل كده. بس بتحب التقرير السنوي اكتر. الاتش ار. مش ده اللي انت قلت لنا عليه؟ ايوه صح. انا بحب الاتش ار قوي يا جميل. يلا اخلع انت واتفرج على اخوك. يلا سلام. صباح الخير. السماعة ولا ايه؟ صباح الخير. صباح الخير. شفتي بقى؟ وقعت حتة بقى؟ ضحك هستيري ولا مش هستيري ولا ايه؟ مش عارف اوقف المكان ولا اعمل ايه؟ تقدر حضرتك تقلل السرعة شوية. يا رب ما تتكررش تاني بقى. شفتيها تاني كررت سبحان الله. يا رب ما تتكررش تاني بقى. تاني مش هقع بقى لما اجري هنا. وقعت برضو. انت خطير يا وسيم. وحضرتك تقدري تقولي لي يا ويسو؟ انت خطير يا ويسو. طب اجري بقى هسبقك. اجري بقى هسبقك. فيا منيره؟ مفيش حاجه يا فندم. مفيش حاجه طبعا. اكيد مفيش حاجه. ويسو بيضحكني من الصبح شرباتي ارلون. حضرتك فهمت غلط يا فندم. انا وسيم السريت يا فندم، مدير عام الفندق، بس زميلنا بتاع الانيميشن ما جاش النهارده، فانا نازل بعمل فقره ترفيهيه هنا يعني. وعلى فكره انا هرقص بالتنوره كمان شويه على حمام السباحه، لازم تيجوا بقى. شربات. ربنا يخليك يا فندم. طب حاجة انا بشرح التنوره بقى. معلش استنى اسمه. مستر وسيم، ايه اللي حضرتك لابسه ده؟ انت بدات رياضه؟ معلش بجد مش محتاج يعني، والله زي القمر من غير حاجه. ربنا يخليك. لا ده الاتش ار طالبين منها شويه طلبات سخيفه كده، انت عارفه الاتش ار بقى وطلباته يعني كده. بس اسراء حضرتك بتعملي ايه هنا؟ لا ده جميل كان قالي ان الجيمي بتكسر، بس دلوقتي عرفتي مين اللي بيكسره. على فكره انت كمان زي القمر النهارده. تعالي اسراء. اوعى يا بنات تفتكروا ان المكرونه سلق كده وخلاص. لا ده فن، ده علم. قوري الكوسه يا حبيبتي كويس، ما تبوظيش سمعتي في المدرسه. بصي خرمتيها ازاي؟ ما ينفعش كده. المكرونه موزو. ممكن يا مريم تسيبينا لوحدنا شويه؟ يلا يا بنات ممكن تسيبونا لوحدنا شويه. يلا يلا يا حبيبتي. يلا يا ماما. يلا بسرعه. ازيك يا تاهين؟ ازيك يا موزو. لسه جايباه جديد، عجبك البرفان بتاعي؟ انت حاطه بيض؟ لا دي الحصه، كنت هعملهم مكرونه بشاميل. يا تهاني يا، انت كنت فين من زمان يا تهاني وسايباني؟ انا طول الوقت موجوده جنبك وحواليك، بس انت اللي ما كنتش حاسس بيا. كنت حمار، كنت مغفل، ما كنتش عارف الصح من الغلط. لا 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 موزو انا محرنه؟ لا 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 مش مجمعه. هو تكونش اكونشي؟ ما تقولش. اقولش هو انت؟ ايوه انا. ايوه انا بقى يا تهاني. ايوه انا. انا كنت حاسه، كنت حاسه. انا شفتك مره وانت بتبص عليا من الشده. هو انا ينفع يعني ما ابصش على الحلويات؟ بص ما تكسفنيش بجد. لا 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 انت كنت عامله حلويات وانا كنت معدي ساعتها فبصيت، كان مشبك باين. صح دي كانت حصه المشبك. لا يا مازو. ايه؟ انت متجوز وانا ما اقدرش ابني ساعتي يعني ساعات خير. حتى لو ضغطت عليكي؟ لو ضغطت عليا ابنيها عادي. يبقى يلا بينا. يلا بينا ننزل الناس كلها والدنيا ونقول ان انا بحبك 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 بحبك. انا افورت قوي. احنا في مدرسه وهكذا يا صاحبي. بتعك من ورا ظهري، بتعك مع الحته البتلو اللي في حياتي.
كده يا مصر. مد بقى وسيم بيبقى لنا ساعة مش ايه جايبنا هنا ليه؟ بص مكان مليان حريمة اهو. شايف البنتين اللي قاعدين هناك دول؟ الله حلوين قوي. ايه رايك فيهم؟ حلوين. دول مش جيست، دول هياخدوا فلوس. مش جيست؟ مش جيست ازاي وصلوا عند البيسين يا جميل؟ وده وقته؟ هو في واحدة راضية تعبرك؟ ده كلام. المهم انا عايزك تخش عليهم وخليك رومانسي، وعايزك تتميل وتترقص كده. ها كده؟ وخليك حنين معاهم. تلاش انا جامد قوي مع الستات. ما انا شفت بعيني، ما حدش قال لي. ايه اللي انت بتعمله ده يا جميل؟ وده وقته، ما كده كده هينضف. المهم انا عايزك تخش عليهم بقلب جامد. ها وانا لغيت البت نبيله تجيب البت اسراء. اذن في شكوى. اذن؟ اذن دي ما تتقالش تاني خالص في الفندق، سامع ولا لا؟ وده وقته. بقول لك ايه؟ خليك بقى واقف معايا عشان انت اللي هتحجز. لا لا موجود ايه؟ يا داخل ما بين البصله وقشرتها مينوبك الا صنتها. ما ينفعش يا جميل، لازم تبقى موجود. انا هاخد القلم من هنا، تخش انت بقى تخش اسراء وتفهمها ان في سوء تفاهم وكده. قلم؟ انا هريت صدوم لاجل. هو الاتش ار ده عايز مننا ايه؟ عايز مننا ايه؟ مش عارف والله عايزين مننا ايه يا جميل، بس هنعمل ايه؟ لازم نسمع كلامه، يمكن ناخد بونص ولا حتى نترقى. بص انت كده كده هتترفد، يلا انطلق يا معلم. ما تنساش تمايل وترقص كده. ها اتفرج على اخوك. يلا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. والله شكله اول ما يتمايل هيقع. يا رب. ها ايه الاخبار؟ ماشي يا حلاوه. اقف اتفرج معايا بقى. لا مش هينفع اتفرج، لازم امشي، عندي ظروف طارئه. ابي احمد عيان وحجزوه في المستوصف، لازم اروح اطمن عليه. ابي احمد؟ ايوه. هو ابي احمد ده لسه عايش؟ الله يرحمه. لا اله الا الله. طب ارجع الحق الجنازه انت. يلا يلا. سلام. مساء الخير يا بنات. معلش بقى مش هنعطلكم، مش هناخد من وقتكم كتير. ما تقلقش يا مستر، جميل دفع بزياده. مستر وسيم. ايه ده؟ مش اسراء؟ انت هنا من امتى؟ لسه جايه. هو حضرتك بتعيط؟ لا بعيط ايه؟ بعيط ايه؟ لا ده كان في جيست اصله هنا بيشتكي من البصل الاخضر اللي في الجولف ده اللي في مطبخ سوري، فكنت بشيك عليه يعني كده. خير؟ في حاجه؟ عايزه حاجه؟ انا كنت عايزه بس استاذن حضرتك لو ينفع اخد النهارده نص يوم اجازه. نص يوم اجازه ازاي يعني؟ حضرتك شغاله في مستشفى؟ اصل النهارده عيد جوازي وكنت عايزه اعمل لجوزي سربرايز يعني. ما انا كمان النهارده عيد جوازي ونفسي اعمل سربرايز لمراتي حبيبتي يعني، بس هنقعد بقى نسيب شغلنا ونعمل سربرايزز؟ مش هينفع يعني. بس حضرتك ده يوم في السنه. عارف ان يوم واحد في السنه واحلى يوم في السنه وانت عارفه كده كويس، بس مش هينفع معلش احنا في الشغل. اسف طلبك مرفوض.